الرسول وواسيهم وابكي عليهم وانا قلبهم بيجروح هواي وابكي هم على ضيمه وعليهم وواسيهم واحنا بحماية الله وحمايتهم مو تعدلين وياهم وياهم عودة كل سنة تجين حسنا اي والله كل سنة كل سنة وكل سنة ومشيت ما ادري كم سنة وبعدها ما ادري كم سنة طحت على اولادي ما قدرت كل سنة باستشهاد النبي محمد وبوفاة الامام موسى الكاظم تكون لنا دخولية لمقام السيد الماجد ابو سدرة. ليش تحديدا باعتبار هذا المقام هو احد احفاد النبي محمد ويكون التعزية تكون لمقام الماجد ابو سدرة وبقرب قرب المنطقة. رحمة هاي والله العظيم رحمة. ايش قد بعد بيتكم عن المنطقة؟ والله هواي 5 كيال. وافد فيها الزوار من جميع محافظة ميسان من قرى وأقضية ونواحي وقدوم المواكب المعزية في هذه المناسبة الأليمة. عشرات الآلاف من الزوار مشيا على الأقدام. وهذه المناسبة هي ليس مناسبة جديدة وإنما على مدار السنين اللي مضت والمزار الذي يوقع موقعه بالعادة منين يجون الناس اللي نعم من مركز قضاء المجر الكبير والنواحي الأخرى ناحية العدل من محافظة ميسان من قضاء قلعة صالح من القرى المجاورة اللي موجودة. أقول أنا خادم بس أحس نفسي ملك. أنا خادم بس أحس نفسي ملك غير حب حسين أبد ما أمتلك. حسين أنت الهوى والماي وحسين أنت عنواني. أحبك حب رقية وسكنة ومكلثوم وغيرك ما أحب ثان. مولاي حبك جنناني وخلى بي جنون ودم يسري بشرياني. سموني مجنون حسين يسموني مجنون حسين.